السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم. يوم جديد وحلقة جديدة من استاد الأهلي، أكيد أيضا يوم جديد في بطولة الدوري الممتاز 2017-2018 الأسبوع 19، مباراة الأهلي ومصر المقصة، أكيد مباراة في الآونة الأخيرة بقت مباراة من المباريات المهمة، دائما بيبقى عليها سبوت إعلامي كبير نتيجة إن الفرقتين بيعملوا مباريات جيدة أمام بعض، فبالتالي مباراة النهاردة هي مباراة مهمة. نتذكر طبعا مباراة الدور الأول وفوز مصر المقصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين لمصر المقصة، وكانت مباراة قوية للفرقتين، لكن النهاردة احنا بنتكلم على مباراة الدور الثاني. النادي الأهلي في المركز الأول برصيد 42 نقطة، أما مصر المقصة في المركز ال 12 برصيد 21 نقطة. خلينا نروح سريعا لزميلنا أمير هشام من فندق إقامة النادي الأهلي، هنعرف بعض الأمور الخاصة بالفريق قبل طبعا التوجه إلى ملعب استاد القاهرة، ملعب اللقاء اليوم. أمير اتفضل. أمير تحياتي لك يا كابتن فاروق، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. خلاص النادي الأهلي بيستعد للتحرك لاستاد القاهرة الدولي، واللي هتقام عليه هذه المباراة مباراة الأهلي وفريق مصر المقصة، وهي أكيد مباراة غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي، بيسعى من خلالها إن هو يكمل مشواره الجيد والمميز حتى الآن في بطولة الدوري. لكن خليني بالتحديد أتكلم عن البرنامج الخاص بفريق النادي الأهلي اليوم هنا في مقر إقامة النادي الأهلي بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة. يمكن النهارده كان في فطار الساعة 9:30 صباحا، بعديه كان في موعد الغداء في تمام الساعة 2:30 مساء، وطبعا محاضرة الخاصة بالجهاز الفني كابتن حسام البدري واللاعبين هتكون في تمام الساعة 4:30 طبعا، وهي أكيد في هذه اللحظات بتقام محاضرة النادي الأهلي من قبل كابتن حسام البدري وجهازه المعاون للاعبين. طبعا الكلام عن هذه المباراة مهم جدا، النادي الأهلي من خلال هذه المباراة بيحاول إن هو يواصل مشواره والفوز وإضافة 3 نقاط جديدة بالنسبة للنادي الأهلي في مشواره في بطولة الدوري. لكن بالتحديد عايز أتكلم عن بعض لاعبي النادي الأهلي، وهي عودة طبعا كل من سعد سمير، أحمد فتحي وحسام عاشور. يمكن زي ما احنا عارفين سعد سمير كان غاب بعد مشاركته في 120 دقيقة في مباراة المصري في السوبر، وبالتالي كابتن حسام البدري فضل إراحته في مباراة طلائع الجيش السابقة. سعد سمير أصبح جاهز، حسام عاشور وأحمد فتحي يمكن كانوا خلاص المباراة اللي فاتت أيضا كانوا عندهم راحة من كابتن حسام البدري، خصوصا أنهم بيعانوا أكيد من إجهاد بسبب تولي المباريات، أصبحوا أيضا جاهزين للمشاركة في هذه المباراة حسب الرؤية الفنية للكابتن حسام البدري. بشكل عام الأمور كلها ماشية بشكل جيد بالنسبة للنادي الأهلي قبل مباراة الأهلي ومصر المقصة، وأكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي أنه يفوز في هذه المباراة ويضيف 3 نقاط مهمة عشان يوسع الفارق مع فريق الإسماعيلي من خلال هذه المباراة ويواصل مشواره المميز في بطولة الدوري، ومن ثم تحقيق هذه البطولة الهامة جدا بالنسبة طبعا لكل جمهور النادي الأهلي. أعود إليك يا كابتن فاروق. أشكرك أمير، كل التوفيق إن شاء الله لفريقنا، وأكيد بعد قليل سيتوجهوا لملعب اللقاء ملعب استاد القاهرة. نتمنى إن شاء الله تكون مباراة مميزة وثلاث نقاط مهمين في مشوار الحفاظ على لقب الدوري والبطولة رقم 40 والنجمة الرابعة إن شاء الله تبقى في دولاب بطولات النادي الأهلي. كل التوفيق لفريقنا إن شاء الله. أذكر حضراتكم بنتائج مباريات الجولة 19، أكيد مباريات كانت قوية جدا، وإن شاء الله النهارده برضو تبقى ختام الاسبوع 19 مباراه قويه لفريقنا. نتائج الاسبوع 19 ابتدت يوم الاربعاء 17 يناير، كانت مباراه الاسيوطي والرجاء، فوز الاسيوطي 3-1، الاتحاد والنصر فوز الاتحاد 3-0، المقاولون العرب والاسماعيلي فوز المقاولون العرب 2-0، الداخليه والزمالك وفوز النادي الزمالك 2-1 على الداخليه، وطنطا وسموحه وفوز سموحه على طنطا 1-0. موقف الفريقين بالنسبة لمباراة النهاردة الأهلي والمقصة، طبعا الأهلي في المركز الأول برصيد 42 نقطة، لعب النادي الأهلي 17 مباراة حتى الآن. بذكر حضراتكم لينا مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب من الأسبوع السادس، لعب 17 مباراة، فاز في 13، تعادل في 3، خسر في 1، ل 38 هدف وعليه 10 أهداف، وطبعا 42 نقطة للنادي الأهلي حتى الآن. أما مصر المقصة ففي المركز الـ 12 لعب 18 مباراة، 5 فوز و6 تعادلات و7 خسائر، له 30 هدف وعليه 31 هدف، وبيبان هنا بشكل كبير إن نادي مصر المقصة عنده مشكلة في الجزء الدفاعي، 31 هدف أعتقد إن هو عدد كبير جدا من الأهداف، وله 21 نقطة. ده
موقف فريقين في الجدول حتى الآن. أما مشوار النادي الأهلي يعني ابتدى طبعا من مباراة طلائع الجيش وتعادل إيجابي في أولى مباراة النادي الأهلي. أما أمام الاتحاد ففوز الأهلي 2-0، أمام الرجاء فوز الأهلي 4-1، أمام الإنتاج الحربي فوز 2-1 الأهلي طبعا، الإسماعيلي والنادي الأهلي فوز الأهلي 2-0، والأهلي والداخلية فوز الأهلي 2-0، الأهلي ومصر المقصة وفوز الأهلي 2-0، أما الأهلي وإنبي فوز الأهلي 4-1. باقي مشوار الدوري للنادي الأهلي، الأهلي والأسيوطي سبورت وفوز الأهلي 1-0، أما أمام مصر مقصة وأولى هزيمة النادي الأهلي كانت أمام فريق مصر مقصة، لأن المباراة النهاردة هتكون مع النادي الأهلي أكيد قوية، يمكن تكون بسبب هذه النتيجة اللي كانت في الدور الأول، ويمكن رد اعتبار ما بنعتبرهاش جزئية الثأر، ده ما بنحطوه الثأر ما بنحطوش في لفظنا في جزئية المباريات، لكن هي منافسة قوية ورد اعتبار للدور الأول، وإن شاء الله تكون مباراة قوية. طنطا والأهلي وتعادل إيجابي 1-1، الأهلي وسموحة فوز الأهلي 2-1، والأهلي ووادي دجلة وتعادل إيجابي 1-1، الأهلي وبتروجيت وفوز النادي الأهلي 3-0، الأهلي والنصر وفوز الأهلي 4-0، الزمالك والأهلي ولقاء القمة وفوز الأهلي 3-0، الأهلي وطلائع الجيش وفوز الأهلي 2-0. ده مشوار فريق النادي الأهلي. أما مشوار فريق مصر المقاصة في الدوري فتعادل أول في بطولة الدوري أمام الأسيوطي 1-1، ثم أمام الإنتاج الحربي وهزيمة من الإنتاج الحربي 1-0، وهزيمة أيضا من الداخلية 2-1، ثم هزيمة من المصري 3-2، ثم هزيمة من إنبي 2-1، وتعادل إيجابي 3-3 مع طنطا، وفوز لمصر المقاصة بعد مدة طويلة من الهزائم والتعادلات 2-0 على سموحة، وتعادل إيجابي مع دجلة 3-3، ثم يهزم مصر المقاصة 2-0 فريق بتروجيت. استكمالا لمشوار مصر المقاصة، يعني مصر المقاصة بيفوق بقى مع طبعا سلسلة من النتائج الإيجابية، 3-1 مباراته أمام نادي الزمالك وفوز على نادي الزمالك 3-1، ثم فوز على طلائع الجيش 4-0، وفوز على النادي الأهلي 3-2، ثم هزيمة ومفاجأة أو لعنة الأهلي زي ما بنقول دايما 4-1 من فريق النصر، وتعادل إيجابي 1-1 مع الرجاء، ثم هزيمة من الإسماعيلي هزيمة كبيرة أيضا من الإسماعيلي 4-1، ثم تعادل إيجابي مع الاتحاد السكندري 2-2، وهزيمة من المقاولون العرب 2-0، وتعادل سلبي في آخر مباريات مصر المقاصة أمام الأسيوطي سبورت 0-0. ده مشوار فريق مصر المقصة في الدوري الممتاز حتى الآن. تاريخ مواجهات الفرقتين زي ما بقول لكم هي مواجهات قوية، ولكن لما نيجي نبص يعني النتائج طبعا دائما متجهة الإيجابية، طبعا متجهة إلى النادي الأهلي. عدد مواجهات الفرقتين 13 مباراة، منها 8 مباراة فوز للنادي الأهلي ومباراتين فقط لنادي مصر المقصة في الفوز، وثلاث تعادلات ما بين الفرقتين. نادي الأهلي بيحرز 23 هدف في شباك مرمى مصر المقصة، أما مصر المقصة بيحرز 12 هدف في مرمى النادي الأهلي. أكبر فوز بين الفرقتين فكان 4-1، أما لفريق مصر المقصة فكانت الفوز 3-2 في الدور الأول بالنسبة لهذا الموسم 3-2. ودول كان 2014-2015 كان بالنسبة للنادي الأهلي، و 2017-2018 الموسم الحالي هو الفوز الأكبر لنادي مصر المقصة. هدافي النادي الأهلي في شباك مرمى مصر المقصة عبدالله السعيد 4 أهداف، أما بالنسبة لنادي مصر المقصة في شباك النادي الأهلي فهو فؤاد سلامة هداف أحرز هدفين في مرمى النادي الأهلي. أما هدافين الفريقين بالنسبة للنادي الأهلي وليد أزارو ما زال يحتل مركز الهداف بالنسبة للنادي الأهلي 9 أهداف، أما بالنسبة لمصر المقاصة فهو هداف الدوري حتى الآن جون أنتوي في مصر المقاصة ب 11 هدف. هدافين الدوري بقى بالنسبة للدوري بشكل كامل بشكل عام بالنسبة للدوري ممتاز، جون أنتوي زي ما قلت لحضراتكم هو هداف الدوري ب 11 هدف، عمر السعيد الإنتاج الحربي 10 أهداف، أحمد جمعة المصري 10 أهداف، دييجو كالدرون اللاعب الكولومبي أيضا الإسماعيلي 9 أهداف، وليد أزارو لاعب النادي الأهلي 9 أهداف، حسين الشحات مصر المقصة 9 أهداف،
استكمالا لهدافي بطولة الدوري. عبد الله السعيد لاعب النادي الأهلي 8 أهداف، أحمد علي لاعب المقاولون العرب 7 أهداف، صلاح محسن لاعب إنبي المميز في الدوري الممتاز السنة دي الصراحة لاعب مميز جدا 7 أهداف، إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي 7 أهداف، مصطفى محمد لاعب طنطا 6 أهداف، محمد حمدي نادي سموحة 6 أهداف. ده بالنسبة لهدافي الدوري الممتاز. كل التوفيق لفريقنا. خليني أروح لفاصل سريع وأرجع أكمل أخبار النادي الأهلي وما حدث في النادي الأهلي الفترة الجاية، وبعد كده طبعا هنستقبل ضيوفنا في قبل المباراة والشكل الفني والتحليل الفني والتوقعات طبعا التشكيل إن شاء الله، ويكون يوم جميل كده على كل الأهلوية، فوز إن شاء الله يكون مميز لكل الأهلوية. مرحب بحضراتكم من جديد. قبل ما اقول اي حاجه لازم طبعا اعزي صديقي وزميلي محمد فضل، واحد من لاعبي النادي الاهلي الاكفاء اللي كانوا في يوم من الايام، فعلا هو من واحد من ولاد النادي الاهلي، من عزيز طبعا في والده طبعا المستشار فضل، فاكيد كل العزاء لصديقي وزميلي وواحد من اللاعبين المهذبين جدا اللي جم في تاريخ الكره المصريه، وفاه والده طبعا كل الرحمه ونور على وفاه والد الكابتن محمد فضل. طبعا بالنسبه للاعبين اللي غايبين النهارده، بالنسبه للاعبي النادي الاهلي مش موجودين جوه قائمه النادي الاهلي النهارده، كابتن سيد معوض بيقود مران الغايبين عن مواجهه المقصه، ودول كانوا موجودين. يعني بالنسبه للاعبين اللي تم برضو يعني في لاعبين مصابين، في لاعبين لسه بيستعدوا للدخول مره اخرى للقائمه، كان منهم محمد نجيب، باسم علي اللي خرج بره القائمه، حسين السيد، اكرم توفيق، احمد حمدي، وبكماني ماتشمبي، واحمد ياسر ريان. دول اللاعبين اللي تم تدريبهم النهارده من خلال كابتن سيد معوض مدرب الفريق، يمكن ادوا تدريبات بدنيه ايضا تحت اشراف مدرب الاحمال كابتن انيس الشعلالي اللي بيقوم بدور اعتقد ايضا مميز جدا مع اللاعبين، وبنشوف الحاله الفنيه والبدنيه بالنسبه للاعبين مميزه، لانك انت عندك الحاله البدنيه ماشيه بشكل كويس، وده هو الاهم دايما واللي بيفرق بشكل كبير جدا للاعبي النادي الاهلي في المباريات. مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب يكرم ابطال السله والطايره والاسكواش غدا ان شاء الله. طبعا ما شاء الله احنا البطولات على طول الحمد لله، كل الالعاب موجوده بطولات باستمرار، فبالتالي ان شاء الله مجلس الاداره بيقرر اقامه حفل تكريم في السابعه مساء غد الاثنين ان شاء الله لعدد من فرق النادي الاهلي التي حققت بطولات خلال الفتره القادمه. واوضح رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي ان المجلس سيقوم بتكريم فريق السله رجال وسيدات وفريق المرتبط شباب وفتيات بعد تتويجهم بلقب بطولات دوري المرتبط، كما سيكرم ايضا فريق كره الطايره سيدات بعد تتويجه بلقب البطوله العربيه للانديه. ايضا يقوم المجلس بتكريم لاعبي الاهلي في الاسكواش مصطفى عسل الفائز ببطوله انجلترا المفتوحة تحت 17 سنة، وعبد الله عمرو الذي توج ببطولة ألمانيا المفتوحة تحت 13 سنة. يعني ده أكيد سلسلة من الإنجازات اللي موجودة لمجلس إدارة النادي الأهلي الحالي بقيادة الكابتن محمود الخطيب. كامل التوفيق إن شاء الله وحصد الكثير والكثير من البطولات في الفترة القادمة. آخر خبر معايا وهطلع بقى استقبل ضيوفي كباتن مصر كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن، طبعا كلام عن مباراة اليوم. قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري إيقاف حسام حسن وتغريمه ماليا قدر يعني اعتقد يعني المباراه الاخيره امام بتروجيت كان فيها كلام كتير عن كابتن حسام وبعض الامور اللي حدثت منه بعد المباراه، ويمكن غرم الاتحاد او لجنه المسابقات غرمت كابتن حسام حسن 20,000 جنيه ووقفوا عن المباريات 4 مباريات. عايز اقول لكم معانا التشكيل المتوقع لو نحب طبعا نبص عليه، طبعا تشكيل فريق النادي الاهلي المتوقع النهارده. طبعا في بعض المفاجات يعني مش مفاجات يعني باسم علي بره ال 18 او بره التشكيل او بره قائمه الفريق النهارده، فبالتالي هتلاقي بعض الامور اللي اختلفت عن مباراه طلائع الجيش. في البدايه طبعا هيكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، من اليمين الشمال احمد فتحي، سعد سمير، ايمن اشرف، علي معلول طبعا عوده سعد سمير، حسام عاشور وعمرو السليه في خط الوسط، في الامام وليد سليمان وعبد الله السعيد وجونيور اجاي، وامامهم وليد ازور. طبعا عوده بعض اللاعبين زي حسام عاشور، كان هشام محمد كان مكانه في المباراه السابقه، ميدو جابر كان متواجد، فبالتالي هتلاقي بعض التغييرات او ده التشكيل المتوقع. ما نعرفش كابتن حسام البدري بعد ساعه من دلوقتي هيبقى فيه هو تشكيل اللي كان سابق المره اللي فاتت، ولا هيبقى فيه اختلافات من خلال بعض اللاعبين اللي رجعوا مره اخرى. تشكيل المقصه المتوقع
في حراسة المرمى محمد حمدي، من اليمين للشمال محمد التوني، أحمد سامي، شريف حازم، أحمد محسن، إيريك تراوري في خط الوسط، وصلاح ريكو، أمامهم كريم ممدوح وإسلام جابر وبولان فوافي، وأمامهم جون أنتوي لاعب نادي مصر المقاصة وهداف الدوري حتى الآن. ده تشكيل أو التشكيل المتوقع للفرقتين. نتمنى النهاردة تبقى مباراة قوية، ولكن نتمنى أكثر لكل محبي النادي الأهلي أن هم يشوفوا فريقهم النهاردة بيفوز بثلاث نقاط ويتقدم خطوة مرة أخرى لحصد بطولة الدوري هذا العام إن شاء الله. ودي دائما أماني جمهور النادي الأهلي في هذا الموضوع، وهو حصد بطولة الدوري إن شاء الله تبقى اللقب الثالث على التوالي والحفاظ على لقب الدوري. هروح لفاصل واستقبل نجوم النادي الأهلي السابقين طبعا ونجوم منتخبنا الوطني، كباتن مصر اللي هيتكلموا عن المباراة بشكل مستفاض، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن.